رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع كابتن اسلام محارب. برحب بيك مره تانية يا كابتن. قول لنا بقى بتعمل ايه في رمضان بشكل عام، الاول ما بتصحى كده لحد ما بتنام؟ هو طبعا رمضان شهر عباده، شهر تقرب لربنا اكتر من ان انا مثلا اركز في حياتي، يعني في حياتي في الكوره بعد الفطار، واللي قبل الفطار ده كله الحمد لله يعني ببقى قريب من ربنا شويه بس مش اكتر. يعني بتصحى تقرا قران و حاجات بقى يعني محدد لنفسي حاجات معينه كده بعملها لازم الحمد يعني لله. لازم تخلصها في شهر رمضان، لازم اخلصها في شهر رمضان. يعني شغال عليها كل سنه، لازم اعمل الحاجه دي. فالحمد لله ربنا يقدرنا يعني ونكمل رمضان ده ان شاء الله. طبعا ربنا يقدرك. طب علاقتك ايه بالاكل في رمضان؟ طبعا عشان عندنا التمرين دايما بيبقى الساعه 9 او الساعه 9 ونص، فطبعا الفطار ده بالنسبه لنا صعب جدا، ما بنفطرش كويس خالص. بيبقى الفطار حاجه خفيفه جدا وكده، بس ملزمين وصفة. يعني ولا مش بتلحقوا عشان التمرين؟ لا، ما انا لو فطرت كويس مش هتعرف الفطار تتمرن العادي كويس. مش هقدر اتمرن، فلازم يبقى اوسطا فطاري زي الماتشات بالظبط. فبتبقى حاجات مكرونه بقى، بوريه كده بس وخلاص، وانزل التمرين بس. الحاجات الخفيفه دي علشان دي سريعه الهضم وكده، يعني عشان اقدر اجري واقدر اتمرن وكده. يعني هنقدر نقول مفيش حلويات ومفيش محشي؟ في حلويات بقى بس مش في كل الاوقات، يعني في اوقات كده بس طبعا عشان رمضان بس مش اكتر. ايوه، احتفال برمضان يعني. احتفال اي حاجه برمضان طبعا. طب انت من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم ولا لا؟ يعني عندك ماتش مهم جدا، هتلعب وانت صايم وتأدي ولا؟ لو الماتش في افريقيا ده طبعا، وماتش صيام هصوم طبعا، مستحيل افطر يعني، مستحيل. انما لو طبعا احنا عندنا في مصر هنا الدوري كله بعد الفطار، فطبعا بيبقى الموضوع بالنسبه لنا عادي. انما ماتشات افريقيا كلها دايما ببقى صايم الحمد لله يعني. طب بتأدي وانت صايم ولا لا؟ خلاص انا بتعود بالنسبه لي انا الحمد لله يعني، بره رمضان كده كده الحمد لله بصوم يعني. فمتعود ان انا اتمرن وانا كده برضو، فطبعا الموضوع سهل بالنسبه لي الحمد لله. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ يعني انا اصلا واصل لي كلام انك شخص يعني بيتوتي من الدرجه الاولى، ما بتحبش تنزل اصلا خالص، قاعد في البيت 24 ساعه. هو انا بحب قعده البيت مع اولادي وزوجتي وكده، ما بحبش اخرج كتير عشان اركز في تمريني اكتر يعني. بس وفي رمضان طبعا بيبقى الوقت ضيق جدا.